بشكر كابتن مصطفى عبده نجم النادي الاهلي والقائمين على البرنامج الجميل برنامج المجري ان استضاف والدي بتاريخه العريق واسمه في نادي الترسانه العريق الحائز على البطولات. وبقول له ربنا يديك الصحه وطوله العمر وربنا يخليك لينا، لان اسمه وتاريخه ده هو اللي مخليني، هو اللي انا خلاني في المكان اللي انا فيه دوت. انا شغال اداري في النادي الاهلي وحصل على دورات في الكوره الناحيه الاداريه، فهو ده اللي خلاني، هو اللي ساعدني وقف جنبي بعد ربنا في مجال الكوره. بقول ربنا يديك الصحه وطوله العمر، ربنا يخليك لينا. اول حاجه احب اقولها بشكر نجم نادي الاهلي كابتن مصطفى عبده وكل الكرو القائم على البرنامج ان هم ادوني فرصه ان اتكلم عن والدي وعن تاريخه العظيم المشرف. كابتن رأفت مكي لقب بجوكر الكرة المصرية، وهو قدم عديد من البطولات والإنجازات في الكرة المصرية كلاعب دولي طبعا ومنتخب مصر، وكان هو ابن من أبناء نادي الترسانة الرياضي العريق. بقول ربنا يخليه لينا ويفضل دايما في ظهرنا وسندنا، لأني أنا لولاه برضو ما كنتش زماني شغالة في المجال الرياضي. بقول ربنا يبارك في عمره وفي صحته ويخليه لينا يا رب. طبعا يا جدو أنا بحبك وبتمنى من ربنا إن أنا أطلع لعيب كورة زيك، وإن شاء الله تشوفني لاعب محترف وربنا يخليك لي. أنا بحبك يا جدو ورب أطلع حارس مشهور وربنا يخليك لي. حارس مرمى هتقول ايه لاولادك واحفادك بقى، وان خاصه الغلبان وده اللي بقول لك اه شفنا محترف، ربنا يخليه لكم يا رب. يا رب يخلي لك ولادك. حمزه ده جميل طبعا عشان مروه عندها ربنا يتولاها برحمته بنتها داخله في 16 سنه احتياجات خاصه، يعني بشوفها بضاير وشي كده وبقول ربنا يتولاكي برحمته، تعبانه جدا يعني، ويعني ربنا يتولاها برحمته. حمزه بقى ربنا عوض عليها بحمزه ما شاء الله، زي ما انت شايف كده عايز يبقى لعيب كوره، داخلين طالعين نتفرج على ماتش، فانا بشوف اسمي في الكشف بيعملوا اسماء اللي داخل اللي داخله المقصوره يعني. ايوه فالراجل قال لي عيب يا كابتن بتاع الامن وبتاع، فهو بيقول له اسم انا موجود تحبوت بدك غلباوي جدا فهو ما شاء الله قلت له تبقى اهلاوي، بيقعد جنبي بقى ويجي الاهلي يجري جري يقعد جنبي